حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المبادرات المجتمعية تخفف وعورة الطرقات في تعز. صحيفة أمريكية: دول عربية تدعم ضربات أمريكية ضد الحوثيين لكن بشروط. ما هي قصة منطاد التجسس سكاي ديو الإسرائيلي؟ أهلا بكم. كانت طريق نقيل ذي الليمة وعرة وضيقة، لكنها تربط بين قريتي الهفار والأشروح في عزلة الشراجة بمديرية جبل حبشي في محافظة تعز، وتعد شريانا أساسيا للتنقل من وإلى العديد من مناطق المديرية. إذا ذكر الحاج حمادي سيف أن شق طريق نقيل ذي الليمة كان عام 1982 وشارك آنذاك في العمل من خلال الجرافة. في حديثه للمشاهد يقول: جاءت فكرة إصلاح الطريق للأهالي في القرية، وبدأت المبادرة المجتمعية التطوعية والتعاونية في الأشروح، وتجمع الناس لفتح الطريق. كان طريق نقيل ذي الليمة قبل المبادرة المجتمعية طريقا للحيوانات فقط، وبعد أن بادر الأهالي في منطقة الأشروح بالعمل على توسيعتها وشقها استطاعت السيارات المرور فيها، لكن بصعوبة نظرا لوعورتها وضيق مساحتها. العديد من السيارات تعرضت لحوادث مروعة في هذا الطريق. يقول محمد مقبل أحد السائقين للمشاهد: تعرضت لأكثر من 5 حوادث بسيارتي، آخرها بعد عيد الفطر. نجوت أنا والركاب في كل الحوادث باستثناء حادث حصل عام 2017 فارق الحياة فيه طفل. عام 2007 نفذت جمعية الأشروح الاجتماعية مبادرة بالتعاون مع السلطة المحلية وبتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية مشروعا لرصف الطريق. تم رصف 5% من مساحة طريق النقيل، لكن الرصف الأخير قبل شهرين هو الذي أحدث فارقا في جودة الطريق. يتابع الموقع: الجهود المشتركة من المبادرات المجتمعية والحكومية والأفراد هي من عملت على توسعة ورصف الطريق. يقول عبد العزيز سعيد رئيس اللجنة المجتمعية في عزلة الأشروح: شكل هذا الرصف بارقة أمل في التخفيف من معاناة السير في قريتنا وكل القرى المستفيدة من الطريق. هل تنقذ اليمن حكومة جديدة؟ بهذا تساءل مصطفى النعمان في مقاله المنشور في موقع إنديبندنت عربية، وعاد ليجيب بالقول: خلال الأشهر الماضية أصر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على ضرورة استبدال رئيس الحكومة الحالية معين عبد الملك، وهو أمر يبدو في الظاهر طبيعياً بعد تغيير شكل نظام الحكم، وتناثرت على الساحة أسماء أثارت قلقاً وما زالت، إما لضعف شخصية بعضهم أو لوجود شبهات فساد طاولت آخرين أو عدم الإنجاز في المواقع التي تولوها أو يتولونها الآن. ومما لا شك فيه أن التغيير مطلوب لعله يعيد التوازن إلى المشهد السياسي مع اقتراب استحقاقات مرحلة ما بعد وقف الحرب والدخول في مسارات تنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها المبعوث الأممي. ولكن السؤال الأهم: كيف سيتم اختيار الوزراء الجدد؟ قد يكون من المصلحة الوطنية وضع معايير الكفاءة المطلقة ومؤهلات المرشحين العلمية والتجربة الإدارية بعيداً عن التقاسم المناطقي والانتماءات السياسية. وهناك صعوبة تعترض إنجاز ذلك، لأن الأشهر العشرين الماضية بيّنت أن المصالح الخاصة هي التي تحدد الاختيارات والخيارات والسياسات وحتى العلاقات بين كبار المسؤولين، وهو أمر شديد الخطورة في مرحلة تحولات يترقبها اليمنيون في الداخل والخارج. الحديث المتكرر عن تغيير الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لا يشغل بال أغلب الناس، لأن فكرة التغيير الإيجابي لم تعد تراودهم، ولسان حالهم كما وصفه الشاعر والأديب اليمني عبد الكريم الرازحي: أن اليمن محكوم بقانون التدهور لا قانون التطور. وهي نظرية ترسخت في ضمير الناس طيلة عقود طويلة، فما عادوا يكترثون بأسماء من يخلفون
أسماء ستتوارى عن المشهد بعد سنوات من العجز والفساد واللامبالاة. إن قيادة البلدان التي تمر في أزمات وحروب تستدعي شجاعة المواجهة ووضوح الموقف ونزاهة المقصد من دون ابتكار مؤسف لأعذار غير حقيقية ولا اختلاق لمبررات واهية. والثمانية مدعوون لاستلهام إرث القيادات اليمنية التاريخية التي دفعت أثماناً باهظة لتحافظ على كرامتها وكرامة وطنها. قالت صحيفة التايمز إن دولاً عربية أعربت عن دعمها لضربة أمريكية ضد الحوثيين في اليمن لردعهم عن استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر. وذكرت الصحيفة في تقرير لها ترجمه الموقع بوست أن السعودية هي من بين دول شرق أوسطية أخبرت الغرب أنها ستدعم الهجمات ضد الحوثيين. تضيف الصحيفة السعودية تخشى من أن عملية عسكرية أمريكية وبريطانيا ضد الحوثيين قد تفسد محادثات السلام مع الحوثيين، لكنها توصلت إلى وجهة نظر مفادها أن عدم التحرك يجعل الحوثيين أكثر تعنتا في المفاوضات. الصحيفة نقلت عن مصدر مطلع قوله إن أي محاولة لإقناع الحوثيين بوقف هجماتهم على الملاحة البحرية ما في ذلك وعود بمزيد من المساعدات لليمن لن تؤدي إلى نتائج. وأضاف كيف يمكن إقناعهم للخروج من هذا السياق، فهم ينتصرون وبقوة ويعتقدون بأنهم انتصروا وحققوا شعبية في المنطقة. قدم عشرات أطباء العموم بهيئة مستشفى ابن سينا بمدينة المكلا في محافظة حضرموت استقالتهم بعد أشهر من الإضراب لعدم استجابة السلطة المحلية لمطالبهم. يضيف موقع المصدر أونلاين أخلى الأطباء كافة مسؤولياتهم بعد تقديم الاستقالة مؤكدين أنهم سيتوقفون عن العمل بشكل نهائي من بداية شهر فبراير المقبل، داعين إدارة المستشفى إلى إيجاد البديل. الأطباء عبروا عن أسفهم على تقديم الاستقالة، لكنهم قالوا بحسب الموقع بأنها جاءت بعد مرور 4 أشهر على الإضراب المشروع والتدرج في الطرق التصعيدية وبذل كل الجهود للوصول إلى تفاهمات مع هيئة المستشفى. الأطباء أيضا دعوا كافة زملائهم من أطباء العموم وأطباء الامتياز والكوادر الصحية في ساحل حضرموت إلى مساندتهم في خطوتهم التصعيدية التي تمثلت في تقديم استقالتهم الجماعية احتجاجا على عدم الاستجابة لهم فيما تبنوه من إصلاح للمستشفى وصرف حقوق الأطباء وتنسيق نظام يكفل للطبيب حقه ويهيئ بيئة العمل بما يناسب خدمة المرضى. لاءات عربية ثلاث يحبها بلينكين، بهذا عنوان الكاتب وائل قنديل مقاله في صحيفة العرب الجديد. تتلخص مهمة وزير الخارجية الأمريكية الصهيوني الصريح أنتوني بلينكين في جولته الشرق أوسطية الحالية في نقطتين أساسيتين. الأولى منع توسيع نطاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بانتقالها بشكل كامل إلى الجبهة اللبنانية، والثانية بحسب مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز أن بلينكين سيستخدم جولته للضغط على الدول الإسلامية المترددة للاستعداد للعب دور في إعادة إعمار غزة وإدارتها وأمنها بعد انتهاء الحرب والقضاء على حماس. لا حدود لوقاحة تصريحات بلينكين، لكن أكثر تجلياتها قوله إنه تم قتل عدد أكبر من اللازم من الشعب الفلسطيني في غزة، وهذا يعني صراحة أنه لا مشكلة في قتل الفلسطينيين، إنما الخلاف هو حول حجم الكتلة البشرية التي تريد واشنطن من الاحتلال الصهيوني قتلها. في مقابل هذه البلادة فيما يتعلق بالدم الفلسطيني المراق كل ساعة، يتكلم بلينكين بعذوبة مفرطة في سماجتها وبلادتها من كل عاصمة عربية يقف على أرضها عن قضية الأسرى من الصهاينة والمقاتلين الأجانب في غزة باعتبارها أم القضايا التي على النظام العربي أن يناضل معه من أجلها، على أنه لا يصح بأي حال استبعاد هدف آخر أخطر وأكبر لجولة بلينكين التي تستبق بدء محكمة العدل الدولية محاكمة الكيان الصهيوني بتهمة تنفيذ عمليات إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني بناء على الدعوة المرفوعة من جنوب إفريقيا، وهي الدعوة التي تعاطت معها العواصم العربية بلاءات ثلاث: لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم، والتي هي في مجملها تقود إلى
لا يعنيني الأمر، ولا أنحاز لجنوب أفريقيا ولا لإسرائيل. هكذا لسان حال الموقف العربي الذي تريده الإدارة الأمريكية، والذي جاء بلينكين للاطمئنان عليه على طريقة الراعي الذي يريد أن يطمئن على أن كل شيء في مكانه وفي نطاق الدور المطلوب منه داخل المزرعة. القدس العربي نقلت عن المعلق في صحيفة واشنطن بوست إيشام ثارور قوله: إن وائل الضحتو هو أحد الوجوه الأكثر شهرة في غزة، وقد أصبح رمزاً عن كارثة المنطقة المحاصرة. ففي أثناء تغطيته خلال المراحل الأولى من الحرب، علم المراسل المخضرم لقناة الجزيرة أن الغارات الجوية التي كان يقوم بتغطيتها من الميدان قتلت زوجته واثنين من أطفاله وحفيده الرضيع، وفي اليوم التالي عاد للعمل منهكاً لكنه ثابت. يضيف الكاتب: الدحدوح بصفته مدير مكتب غزة لشبكة الأخبار المؤثرة، واصل تغطية الحرب حيث اتسعت دائرة الحملة الإسرائيلية لتصل إلى جنوب غزة. في ديسمبر أصيب الدحدوح وقتل مصوره في غارة إسرائيلية أثناء قيامهما بتغطية الأحداث من مدينة خان يونس جنوب غزة، وعاد لتقديم التقارير في اليوم التالي. وفي نهاية الأسبوع الجاري وقعت المأساة مرة أخرى، عندما استهدفت غارة إسرائيلية بطائرة من دون طيار سيارة تقول صحفيين فلسطينيين هما ابنه حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا. وائل الحزين قال في مقطع فيديو ظهر فيه لاحقا: إن حمزة كان أنفاسي وروحي، وهو الشعور كان حمزة قد بادله والده في أحد آخر منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. يقول الكاتب: معاناة الدحدوح بمثابة صورة قوية لما تعانيه آلاف الأسر الفلسطينية في غزة وسط القصف اليومي والبحث عن الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة. ويضيف: ما لا يقل عن 79 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام قتلوا منذ بداية الحرب على غزة بحسب أرقام لجنة حماية الصحفيين في نيويورك. محمد كريشان كتب مقالا في صحيفة القدس العربي عن زميله مراسل الجزيرة بعنوان: وائل الدحدوح هذه الأيقونة. قال فيه: وجه له في البداية إنذارا دمويا قاسيا باغتيال عدد من أفراد عائلته، فأفرغ الله عليه صبرا كبيرا وهو يتلقف رسالة ينتقمون منا بالأولاد. قال: معلش، الشهيرة التي جابت العالم كله والألم يعتصره، ثم صلى على زوجته وفلذات أكباده وعاد إلى موقعه في تغطية ما يجري في غزة. ماذا عساهم يفعلون الآن؟ حاولوا قتله هو نفسه فلم يصب سوى في يده، فيما ترك صاحبه المصور ينزف حتى الموت مانعين طواقم الإسعاف من الوصول إليه. عاد الرجل إلى التغطية المستمرة ويده مضمدة تنتظر شفاءها المعقد والطويل. ما العمل الآن؟ دعنا نوجعه من جديد، فنغتال ابنه البكر حمزة الذي قال عنه وائل أنه كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي وروحي. عدا وائل من جديد كطائر الفينق، وفي فيديو له بدأه بتنهيدة عميقة اعتبر التعاطف الواسع معه وسام شرف يساعده ويقويه على مواصلة هذا الطريق. لم يشهد التاريخ الصحفي بطوله وعرضه، شرقه وغربه، حالة كهذه من الجلد والتضحية لن يبزها سوى التضحية بالنفس التي تبدو مع ذلك أوهن مما يحدث مع وائل. فمن يفقد حياته يذهب عند رب كريم عادل مقتدر، فلا يكون في وضع يئن فيه بحمل جبال من آلام الفقد والقهر. كذلك لم يشهد هذا التاريخ أن جاء ذكر اسم صحفي بعينه والتعاطف مع معاناته على لسان رؤساء ووزراء وسفراء في كل أرجاء العالم كما حدث مع وائل الدحدوح. ولو أن بعض ما جاء على لسان مسؤولين أمريكيين بالتحديد ينطبق عليه المثل القائل: يقتلون الإنسان ويمشون في جنازته.
يقول موقع عربي بوست إن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تشغيل منطاد سكاي ديو المتخصص بالتجسس وجمع المعلومات والعمليات الدفاعية منذ 7 من الشهر الجاري. فما الذي نعرفه عن هذا المنطاد؟ وأين سيتم توجيهه؟ وما تكلفة تشغيله؟ وفقا لما نشره موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي، فإن المنطاد رصد في لبنان من مسافة بعيدة، وقيل إنه ارتفع إلى سماء الحدود الجنوبية للبنان على مشارف بلدة بنت جبيل التي تبعد كيلومترا عن الحدود الفلسطينية. يعد سكاي ديو واحد من أكبر بالونات المراقبة على ارتفاعات عالية من نوعها، وهو مشروع تعاوني بين الولايات المتحدة وإسرائيل. تم تطويره من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، وقد تسلم سلاح الجو الإسرائيلي المنطاد رسميا عام 2022. تدعي القوات الجوية الإسرائيلية أنه أكبر منطاد مراقبة من نوعه في العالم، ويستخدم لأغراض عسكرية بحتة، سواء في المهام التجسسية أو الدفاعية، حيث يقوم بمهمة المراقبة وجمع المعلومات، بينما يحلق في ارتفاعات عالية كونه يتميز برادار متقدم ونظام مناطيد أعلى التوفر. اقتحم رجال مقنعون إحدى قنوات التلفزيون العامة في الإكوادور ملوحين بالأسلحة والمتفجرات خلال بث مباشر، في حين قتل 10 أشخاص على الأقل في الحرب ضد العصابات في البلاد. يضيف موقع الجزيرة نت في التفاصيل، دخل المسلحون محطة تصوير شبكة تلفزيون تي سي خلال برنامج إخباري مباشر وصرخوا بأن لديهم قنابل. وبينما لم يقتل أحد في الهجوم، أعلنت السلطات بحسب الموقع اعتقال جميع المقتحمين الذين بلغ عددهم 13، وسيتم توجيه تهم الإرهاب إليهم. وبعد وقت قصير من اقتحام المسلحين للمحطة، أصدر الرئيس دانيال نوبوا مرسوما يحدد فيه 20 عصابة تعمل في تجارة المخدرات في البلاد ضمن قوائم المجموعات الإرهابية، ويأذن للقوات المسلحة بتعطيلها. الرئيس نوبوا كان قد أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإكوادور بما في ذلك في السجون، بعد هروب أخطر زعيم عصابة في البلاد الملقب بفيتو من سجنه الأحد الماضي وحدوث أعمال شغب وعصيان في عدة سجون. صور لصحيفة الجارديان معظمها من قطاع غزة نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. الآن أبرز رسومات الكاريكاتير لهذا اليوم، نتابع. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.